هل دكتور محمد، دكتور محمد المهدي، احنا مع حضرتك. الابتزاز يا دكتور محمد، ايه الضغط النفسي اللي ممكن يمثله الابتزاز على الشخص المبتز؟ دكتور محمد معانا؟ يبدو استاذ الدكتور محمد المهدي. او الـ الـ يعني ناخد بسنت كحاله. نعم. انها بتعيش في قريه، القريه دي صغيره، اي حاجه تخص الشرف بتنتشر بسرعه في القريه. صحيح. كمان الابتزاز الالكتروني ده ابتزاز خطير جدا، لانه اي حد تتحط صورته على الانترنت بشكل من غير مناسب او بشكل يجلب الخجل او العار او اي حاجه من دي، ده هيفضل مئات وربما الاف السنين، يصعب جدا ان هو يعني يختفي تاني، لانه بينتقل من مكان لمكان لمكان. فبالتالي ده ابتزاز ابدي، وده بيبقى مؤلم جدا. الحاجه الاهم في تاثير الابتزاز انه البنت اللي تعرضت للابتزاز ممكن انها، بس خلينا نقول يا دكتور محمد، دكتور محمد انا بس عشان في جزء ما سمعوش المشاهدين، يبدو ان حضرتك بتقول لنا ايه اللي بيخلي الاثر النفسي على الشخص المبتز يبقى بهذه الضخامه، ان حضرتك ان هو بيحس ان الابتزاز ده بيتحول الى وصمه ابديه ليه ولعيلته، صحيح؟ انا فهمت كده صح؟ بالظبط، ده اللي بقوله فعلا، لانه هنا الابتزاز بانه الصور دي تنتشر على الانترنت، او الصور دي ترسل لاخواتها او لحد في القريه او في المكان اللي هي عايشه فيه، فبالتالي ده عار هيبقى صعب جدا محوه او غسله. الحاجه الثانيه الاهم في تاثير الابتزاز انه الاسره نفسها يعني تبدا تهتز ثقتها في البنت، ولا تقدم لها الدعم الكافي، وما تقفش جنبها او تنظر اليها نظره الاتهام. انا ما بقولش ان ده حصل في حاله بسنت، بس احنا بنقول علشان اي اسره تتعرض بنتها او ابنها لابتزاز يقفوا جنبهم ويثقوا فيهم ويدعموهم، لانه ده اللي ممكن يخلي الولد او البنت اللي تعرضوا لابتزاز يمروا بالازمه من غير ما يكون في تفكير في انتحار او في اي تفكير كارثي زي اللي حصل، لانه الابتزاز في الشرف بيهز صوره الذات وبيحطم ثقه البنت بنفسها او الولد بنفسه، وبيخليه يحس ان هو منبوذ من كل البشر، وبالتالي يختل التوازن بين رغبته او رغبتها في الحياه، خاصه لو حصل في زي ما في حاله بسنت كده نوع من انواع التنمر في البيئة المحيطة بيها، يعني البيئة المحيطة بيها كمان حدث التنمر عليها، وحدث محاولة لوصمها بشكل واضح، سواء الكلام اللي اتقال من الأهل عن الكلام اللي اتقال في المدرسة أو اللي اتقال في المحيط اللي حواليها. فأظن المسألة فيها معنى من معاني الإحساس العميق اللي بيبقى لدى المبتز بأن هو حياته اتدمرت. أستاذنا هل من اتفضل. شعرت انها احيط بها، عارف لفظ احيط بها؟ بالظبط كده، يا خلاص من كل النواحي، من كل النواحي. لم تجد صدرا حنونا تركا اليه، ولم تجد احدا يثق فيها او يتعاطف او يعني يدعمها في هذه الازمه، يعني هذا ما اتوقعه ان هو يكون حصل. طب دكتور محمد، عشان وقتنا بيجري، انا محتاج ان انا اعرف نصيحة واضحة إزاي ندعم ضحايا الابتزاز، وخاصة الابتزاز الإلكتروني. أول حاجة إن احنا نثق فيهم يعني ونشعرهم بالثقة فيهم. الحاجة الثانية إن احنا لا يعني لا نجعلهم في موضع الاتهام والشك. الحاجة الثالثة إن احنا ندعمهم في إن هم يحصلوا على حقهم من المبتز بكل الطرق بقى القانونية والطرق الودية والطرق العرفية والحاجات دي كلها، فيقوموا يشعروا انه فيه يعني ركن متين هيلجأوا اليه علشان يقتصوا من المبتز، وعلشان يستردوا اعتبارهم وكرامتهم وصورتهم عن نفسهم. انا شاكر لحضرتك يا دكتور محمد هذه المداخلة المهمة
في بيان الآثار النفسية اللي بتحصل للإنسان المبتز وليه، عشان محدش يبالغ مع في التعامل مع الحوادث اللي بتحصل لنا. هو الناس اللي بيحصل لهم ابتزاز بيحصل لهم هذا الخوف والرعب من إيه؟